البطولات النسائية حاضرة بقوة في الموسم الرمضاني 2024. تستعد العديد من النجمات للمشاركة في الموسم الرمضاني 2024، وتسيطر البطولة النسائية على السباق الرمضاني، فهيشارك 13 مسلسل من إجمالي 35 عمل تقريبا لنجمات، منهم بيخوضوا البطولة المطلقة للمرة الأولى، ومنهم اعتادوا المشاركة بشكل سنوي في الموسم الدرامي الرمضاني الأضخم على مدار العام كله. وهتكون معنا دلوقتي في مكالمة هاتفية أستاذة منى العقبي، صحفية بموقع القاهرة 24. أهلا وسهلا بيكي معنا في برنامج يوم جديد. صباح الخير عليكي. صباح النور، عاملة إيه؟ كل سنة وانتم طيبين ومنورة الدنيا كلها. وحضرتك طيبة وبخير. كلمينا بقى عن الأعمال الدرامية في رمضان السنة دي. إحنا سامعين إن البطولات النسائية كتيرة جدا السنة دي. ايوه، هو السنه دي فعلا في ملاحظه كده او لفت نظرنا ان في يعني البطوله النسائيه مسيطره على السيزون الرمضاني، في اكتر من حوالي 13 مسلسل بطوله نسائيه، فطبعا دي كانت مفاجاه. خلينا نقول ان ده طبعا بعد النجاح الكبير اللي حققته النجمه منى زكي في تحت الوصاية رمضان اللي فات، فده لفت نظر الكل. ومؤخرا كمان بقى فيه بقى يعني ياسمين صبري راجع برحيل، وفي نجمات كبيره جدا نازلين باعمال يعني من بطولتهم البطوله النسائيه، فواضح جدا ان هي مسيطره يعني على الموسم الرمضاني الجاي. وطبعا النجمه غاده عبد الرازق برضو من اوائل الممثلات. نيلي كريم راجع بمسلسل الفراوله، وفي صيد العقارب لغاده عبد الرازق، ونعمه الافوكاتو لمي عمر، وفي لانش بوكس غدا عادل، في اعمال كتير جدا، و100 راجل سمية الخشاف طبعا اللي اثارت جدل من قبل حتى ما ينزل البوستر الرسمي او من قبل ما ينزل البرومو بتاع المسلسل، لكن اكيد حضرتك تابعتي الشكل بس لما نزل الصور ليها اللي تداولت من كواليس التصوير للمسلسل بتاع ب100 راجل، فشفت حاله الجدل، تعليقات الناس بقى على سمية وعلى شكلها وكده. في كمان خلينا نقول ان في رحيل ياسمين صبري رجع بعد حوالي 3 أو 4 سنين من الغياب، فرجع تاني بمسلسل رحيل، دي عوده بقى للدراما الرمضاني بعد حوالي 4 سنين، كانت اخر حاجه طبعا قدمتها فرصه ثانيه. لكن دلوقتي بتقدم لنا بقى مسلسل جديد اللي هو رحيل، ده طبعا بيتكلم عن تاجر اخشاب واسره متوسطه الحال وحاجات كده، يعني دراما اجتماعيه وتشويقيه في نفس الوقت، وفي صراع في النص كده هيحصل هنشوفه. كمان في لحظه غضب لصبا مبارك، ده هيبقى بقى على واتش، مش تلفزيون عادي، هيبقى على منصه يعني. في كمان اثبات نسب لدره، ده وفي صدفه لريهام حجاج، وفي سر الهي طبعا الفنانه ريهام حجاج، برضو مش اول مره بطوله نسائيه يعني شايفينها بقى لنا اكتر اول من مره. ما خلينا نوضح ان رمضان السنه دي في حوالي 13 ل 15 بطوله نسائيه، في منهم اول مره بطوله وده هنتكلم عنه، وفي منهم لا ده مش اول مره هي. مين هيبقى موجود في رمضان السنه دي اول بطوله بقى ليها؟ مين من النجمات تبقى موجوده في اعلى نسبه مشاهده؟ هتبقى دي اولى بطولاتها يعني. في كمان جريمه منتصف الليل، دي اعتقد برضو اول بطوله مطلقه لرانيا يوسف في مسلسل وبتاخد بيه الموسم الرمضاني. دي مسلسل طبعا اكيد شفنا حاله الجدل برضو اللي حصلت عليه في الايام اللي فاتت، زي انها طلعت ببدل رقص وكده والناس انتقدتها، لان ما ينفعش تكون موجوده في رمضان، وهنا علق المؤلف علق على الموضوع. طبعا استاذ الغيتي هو المؤلف بتاع المسلسل، علق وقال ان لا هم هياخدوه بشكل يعني يناسب الاسر المصريه، وده طبعا خلاهم يقعوا يعني في مرمى النيران او الانتقادات الجمهور اللي اختلفوا عليه، لكن ده كانت وجهه نظر المؤلف، والرقابه عدت الموضوع وقالوا ان يعني بيبقى في السياق الدرامي تمام. في قلنا سلمى وضيف رجع، هي دي برضو أول بطولة، وخلينا نتكلم برضو عن البطولات الشبابية، إن مش بس رمضان السنة دي راجع ببطولات نسائية، كمان في فنانات من الشابات هيبقى ليهم بطولات. ده بالنسبة للنساء أو الرجال برضو أو الفنانين، زي مثلا عصام عمر راجع برضو ببطولة، زي أحمد داش راجع ببطولة، احنا بنتكلم على البطولة الشبابية كمان سواء بقى الفنانات أو الفنانين. فرمضان السنة دي فيه يعني وجبة دسمة مليء إن شاء الله بالمسلسلات. احنا
بنشكرك جدا أستاذة منى على مداخلتك معنا في البرنامج، بنشكرك شكرا جزيلا.